أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل، من المقولات الجميلة اللي أنا بحبها تفاؤلوا بالخير تجدوه، ودي اللي بيأكدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا البلاء موكل بالنطق، ودي اتحققت عملي لما زار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشيوخ البائسين اللي جات له حمى، فبيطبطب على كتفه ويقول له لا بأس طهور إن شاء الله، قال له يا رسول الله حمى تفور تدخل الشر الكبير القبور، قال له لك إذن. الإمام علي كرم الله وجهه بيقول لنا إيه؟ كل متوقع آت، وده اللي أكدته لنا الكتب الحديثة، في كتاب اسمه ذا سيكريت بيقول لنا عن حاجة اسمها ذا باور أوف أتراكشن، وبرضه نفس الكتاب ده بيأكده في قوة العقل الدكتور إبراهيم الفقي، إن كل واحد فينا عنده موجات إيجابية وسلبية بتجذب الحاجات الحلوة وتجذب الحاجات السيئة. عشان كده تفائلوا، لأن الترددات اللي عند كل واحد أو الموجات اللي بتجذب الحاجات السلبية والحاجات الإيجابية ديت، لو أنت متوقع حاجات إيجابية هتحصل كل حاجة حلوة ليك، لأن خلاص الترددات اللي طالعة منك ترددات تفاؤل، فبتجذب كل حاجة حلوة، فبتلاقي الأحسن دايما. أما لو كنت سلبي ومتشائم فتردداتك كلها نيجاتيف، فبتلاقي كل حاجة سيئة انت توقعتها قدامك. عشان كده دايما تفاءلوا بالخير تجدوه. حياكم الله.